وإلى التفاصيل والبداية مع زميل منور. شكرا إيمان وأهلا بكم مشاهدينا. بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي والمرافق لسموه مساء أمس إلى العاصمة أنقرة، وذلك في زيارة الدولة الرسمية. وقد كان في استقبال سموه رعاه الله على أرض المطار فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئيس بعثة الشرف محمد شمشك ورئيس الأركان العامة الفريق أول خلوص أكار ووالي أنقرة أركان توباكا ومحافظ أنقرة إبراهيم مليح جوجك وسفير دولة الكويت لدى جمهورية تركيا غسان يوسف الزواوي وقنصل عام دولة الكويت لدى اسطنبول محمد فهد المحمد وأعضاء السفارة. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. هذا وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد غادر بحفظ الله ورعايته والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن عصر أمس متوجها إلى جمهورية تركيا الصديقة وذلك في زيارة الدولة الرسمية. وقد كان في وداع سموه حفظه الله على أرض المطار سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح ومعالي الشيخ فيصل سعود المحمد الصباح
ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ونائب وزير الشؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء. ويرافق سموه رعاه الله وفد رسمي يضم كل من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس خالد الصالح، ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد، وأيضا المستشار بالديوان الأميري محمد عبد الله أبو الحسن، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبد الله الصباح الناصر الصباح، ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب أحمد البدر، ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف حمد الرومي، ورئيس الشؤون السياسية والاقتصادية بالديوان الأميري الشيخ فواز لسعود الناصر الصباح، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر محمد السعد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح، وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. وصف أعضاء مجلس الأمة زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بأنها تؤكد على متانة العلاقة بين البلدين الصديقين. وأكد النواب على أن العلاقات الكويتية التركية اتسمت بالنمو والتقدم على جميع المستويات. زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لجمهورية تركيا وصفها أعضاء مجلس الأمة بأنها تأكيد على متانة العلاقات بين البلدين الصديقين. زيارة صاحب السمو لجمهورية تركيا هي بالتأكيد تصب بصالح تنمية العلاقة بين البلدين، وما يربط الكويت بتركيا روابط كثيرة، رابطة الدين وكذلك رابطة التعاون المشترك في كثير من القضايا، فتركيا لها موقف لا زال محتفظين فيه وراسخ في قلوبنا وأذهاننا. أبان القزو العراقي كان لهم دور بطولي ودور مشرف في دعم القضية الكويتية ودعم الحق وفي عملية تحرير الكويت، وبالتالي هذه الزيارة بإذن الله تحقق نتائج طيبة، وكذلك راح يمنح صاحب السمو تكريم خاص من قبل الرئيس أردوغان. العلاقات الكويتية التركية اتسمت بالنمو والتقدم المطرد على جميع المستويات من خلال الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، ما جعلها تشهد ازدهارا واضحا. هذا شيء نفتخر فيه ويعد العلاقات ويحسنها ويطورها، وأيضا الكويت لها جوانب إيجابية، أيضا وقفت مع تركيا أثناء محاولة الانقلاب، ودولتين يعني الحمد لله صديقتين شقيقتين، ونتمنى أن يستمرون بالعلاقة الطيبة الوطيدة لأبد الآبدين إن شاء الله. وفي موازاة ذلك نمت العلاقات الاقتصادية بين البلدين سريعا على المستويين الحكومي والخاص، وأثمرت العديد من الاتفاقيات التي وقعت بين الجانبين وشملت مختلف مجالات التعاون الثنائي. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت. تمتاز العلاقات الكويتية التركية بأنها علاقات متينة وراسخة منذ أمد بعيد وتشهد تطورا مستمرا، كما تزداد عمقا سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، مما جعلها نموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية. وتحمل القمة المرتقبة بين حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيدا جديدا على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التي شهدت في السنوات الأخيرة تطورات كبيرة في مختلف المجالات. منذ نشأتها في بدايات القرن الماضي شكلت العلاقات الكويتية التركية نموذجاً يحتذى به في العلاقات الدولية،
وذلك لما اتسمت به من مصداقية وتعاون ووحدة رأي في العديد من المواقف والأزمات التي تعرض لها البلدان الصديقان. وعلى الرغم من أن العلاقات بين الكويت وتركيا راسخة منذ أمد بعيد، إلا أنها لم تتبلور بصورتها الرسمية إلا في العام 1969 حين وقع البلدان اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية، أعقبها تبادل افتتاح السفارات في الدولتين عام 1970. ومنذ ذلك الحين مرت العلاقات بين البلدين بعدد من المحطات ووقعت العديد من الاتفاقيات، لكن المحطة الأبرز كانت في الموقف التركي من الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، حين رفضت تركيا الغزو العراقي واعتبرته عدوانا وفتحت قواعدها أمام قوات التحالف الدولي لتحرير الكويت، كما ساهمت من خلال مشاركة عدد من القادة الأتراك في عمليات التحالف الدولي. وبعد التحرير بدأت مرحلة جديدة في العلاقات الكويتية التركية اتسمت بالنمو والتقدم المطرد على جميع المستويات من خلال الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين والتي شهدت ازدهارا واضحا. في موازاة ذلك نمت العلاقات الاقتصادية بين البلدين سريعا على المستويين الرسمي والأهلي، وأثمرت العديد من الاتفاقيات التي وقعت بين الجانبين وشملت مختلف مجالات التعاون الثنائي. وبناء على ذلك لم يكن غريبا وقوف دولة الكويت إلى جانب الشرعية في تركيا حين تعرضت لمحاولة انقلاب فاشلة في يونيو 2016، حيث بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، هنأه فيها بنجاح الشرعية والانتصار للديمقراطية وإرادة الشعب التركي صديق بالمحافظة على مكتسباته الدستورية. وما زيارة سمو أمير البلاد إلى الجمهورية التركية إلا تأكيدا جديدا على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حيث تتناول القمة بين زعيمي البلدين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على مختلف الصعد. هي علاقات قوية ومتجذرة أسس دعائمها المواقف المشرفة لكلا البلدين تجاه الآخر في أحلك الظروف، مما ساهم بما نراه اليوم من تنامي لهذه العلاقات بمختلف المجالات بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.